هناك جامع قريب من الحوش وتم بناؤه بعد الأحداث، يعني بعد 2011. يعني يقال أن الأرض من القذافي، أنا أعرف القصة هذه، موضوع المسجد والمكان وكذا، فيعني لعلها مغتصبة، يعني أرض هذه شيخنا لعله يسأل عن أرض مغتصبة، كيف تجيبها يا شيخنا؟ والله ليس على المسجد المعين، ولكن على المساجد التي إذا كان كيف له أن بغض النظر عن هذه الواقعة العينية، لأن هذه تحتاج إلى نظر ومحاكم وقضاء، يعني لا أتكلم عن وثبوت هذا الأمر، هل هي إشاعة، هل هي مستفيضة، هذا أمر آخر. لكن بالعموم الأرض المغصوبة تحرم الصلاة فيها، وعند جمهور العلماء الصلاة صحيحة بمعنى مسقطة للإثم، لا يطالب بإعادة الصلاة، لكنه آثم إذا صلى بدون إذن صاحب الأرض، وهذه معروفة اللي هي الصلاة في الأرض المغصوبة والحج بالمال الحرام، يعني وينطبق عليها عند جمهور العلماء ومنهم المالكية، تنطبق عليه قاعدة التي ذكرها خليل في مختصره، عصى وصحت، عصى وصحت، وعصى وصحت، منها إذا صلى في أرض مغصوبة باعتبار أنه استعمل أرضا وهي ملك للغير بدون إذنه يعني. لكن إذا أذن صاحب الأرض ولو إذنا عاما، يعني بعض الناس تغتصب أرضه ويبنى عليها مسجد، ثم يقول هو أنا يعني أطالب بأرضي، سأطالب الدولة بأرضي مثلا، أو أطالب الجهة الفلانية بأرضي وأرفع دعوة واوا إلى آخره، لكن أنا محلل لمن يصلي في هذا المسجد، آذن لا يريد أن يفسد، بارك الله فيه من يفعل هذا. لكن بدون الإذن يحرم على الإنسان أن يصلي في مكان مغصوب بدون إذن صحيح. إذا علم إنسان، إذا علم أن مكان مغصوب، نعم، ومنها البيوت التي مكن منها النظام السابق، يعني المستأجرين بدون إذن الملاك، هذا بيت مغصوب، الصلاة فيه حرام. وعند بعض العلماء باطلة، قلة من العلماء يقولون بالتحريم والبطلان.